السمكه الناجل بصوص الفلفل الاحمر الحلو زي ما كنت بقوله كده في المقدمه. وانتوا بتشووا الفلفل الاحمر سيبوه ياخد اللسعات دي. بصي صلاح كده، احنا النهارده معانا المخرج محمد صلاح، مشرفنا ومنورنا وهيوريكم الجمال كله. يلا بينا. بصوا بقى، في هنا لسعات كده بتبان من اثر الشوي في الفرن. ما تحرموش نفسكم من الطعم الحلو ده، يعني سيبوا الفلفل لغايه ما يوصل للسعات بسيطة كده في جسم الفلفلاية، لأن ده هيدي ريحة تدخين حلوة جدا وطعم حلو جدا للفلفل. المقادير كالتالي: سمكة ناجل، وهقول لكم أسماك أخرى ينفع يتعمل بيها الوصفة دي غير الناجل، أهم حاجة تكون سمكة اللحم بتاعها ناشف إلى حد ما يحتمل اللي إحنا هنعمله فيها النهاردة. يلا بينا. سمكة ناجل، زيت زيتون، بصل مفروم وتوم مفروم، وشريحتين كده أنشوجة. ممكن الانشوجه تستغنوا عنها لو مش متوفره عندكم او غاليه او كده، ممكن تستغنوا عنها. معجون صلصه طماطم معلقه واحده، نص كوبايه عصير عنب، فلفل احمر رومي مشوي وبابريكا مدخنه وفلفل احمر حامي، مكعبات طماطم وملح وفلفل اسود. مقادير مش كتير، تمام؟ وتقدروا ان شاء الله ان انتوا تستخدموا او تعملوا الوصفه دي بنفس المقادير اللي احنا قلناها. قطعها. بصوا بقى، انا هنا كده السمكه اهي. تعالي صلاح. السمكة اهي، السمكة دي انا شلت منها الراس خلاص، هستخدمها بقى في شوربة او في حاجة. وقطعت السمكة جزل. لو تلاحظوا احنا في وصفات مختلفة بنستخدم طرق تقطيع مختلفة للمكونات. في حاجة انا مش كاتبها في الوصفة بس ممكن تزودوها من عندكم. عايز معلقتين دقيق، ومش عايز ازود دقيق لان انا مش عايز اغطي السمك بالدقيق بالكامل. وهعمل ايه؟ هاجي هنا كده واحط هنا كده السمكة. يا صلاح ممكن تجيب لنا الحتة دي. اجي هنا كده اجيب السمكه، حلو، واروح واخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على السمكه، واخد كده ايه مقدار معلقه من الثوم. يبقى انا كده حطيت ملح وفلفل اسود ومعلقه من الثوم على السمك. ولو في اي وصفه احنا بنحط على المكون سواء فراخ او لحمه او سمك بنحط دقيق، لازم الاول نحط التوابل والبهارات ونقلب. ليه؟ علشان الدقيق هيعمل عازل ما بين السمك مثلا في الحاله بتاعتنا دلوقتي وما بين الملح والفلفل والبهارات. حلو جدا. طيب وبعدين؟ بس عايزين بس نشيل الديل ده عشان مش هيكون مناسب كده في التحمير. خلاص شلنا بس الديل كده. بص 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 يا صلاح، شلت الجزء ده عشان ده مش مناسب في التحمير. اكيد انتوا كده كده يعني ايه السماك بيشيله لكم وبتستخدموا الديل او الجزء الخاص بدايه من هنا كده نقدر نستخدمها عادي. يلا هنرجع ده هنا. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هاخد من الدقيق ده مقدار معلقه واحطها هنا على السمك واقلبها كده. بس انا كده جاهز ومستعد ان انا اخد السمك ده قطعه قطعه وانزل بيها هنا في التحمير. والتحمير هنا هو مش طريقه التسويه النهائيه، هو يا دوبك هنا بس السمك هياخد لون حلو كده وبعدين يطلع يلاقي الصوص مستنيه اللي احنا هنشتغل فيه حالا بعد ما نحط الميه على الرز. السمكه دي بقى سمكه لحمها يحتمل التسويه اللي احنا بنعملها دي، عشان كده كنت بقول لكم واحنا في المقدمه ان انا هقول لكم على كام سمكه تانيه ينفع تعملوا بيها نفس الطريقه دي. هنسيب السمك في الزيت يتحمر. هنا السمك بيتحمر بياخد تحميرة، مش هياخد التسوية بالكامل هنا، بالعكس ده هو أنا هطلعه من التحمير كمان دقيقة واحدة. هسيبه بس هنا دقيقة كده، ممكن في خلال الدقيقة دي ناخد فاصل. هنرجع من الفاصل هنطلع السمك من التحمير نحطه على الصوص اللي احنا هنشتغل فيه أول ما نرجع من الفاصل على طول. وابتدي إن أنا أقطع الفلفل ده. الشيف شرارة رجع من الجواز خلاص، فبما إنه رجع من الجواز فبدأ كده يبقى إيه أكثر احترافية بعد الجواز. فعمل إيه بقى؟ قشر لنا كمان بعد الشوي، راح مقشر الفلفل، لأن الفلفل ده زي ما كنت بقول لكم في أول حلقة بنجيب الفلفل كامل زي ما هو من غير ما نفتحه، وهو كان بيتغسل بس، يتغسل ويتنشف كويس، يتحط في صينية عليه ملح وفلفل أسود، رشة زيت، يخش الفرن يتلسوع يتلسوع ويعمل نقط سودة كده وعلامات حرق. ده بالنسبه لي حلو جدا مش وحش. بعد ما بيعمل كده لسه ما اقدرش استخدمه، بعمل ايه؟ بروح جايب الفلفل حطه مثلا
في اناء واسع زي الاناء اللي انا ماسكه في ايدي ده، واروح مغطي الاناء ده بورق استرتش. ليه؟ علشان الفلفل احنا بنقول في المطبخ يعرق. يلا اروح جايب كده الفلفل هنا، واروح جايب السكينه كده، وارجع كده ايه اعيد عليه تاني كده. الطاسه سخنت كفايه، في الطاسه اللي سخنت كفايه دي هنزل بالزيت، وعلى الزيت هنزل بالبصل. يلا يا استاذ صلاح، هنزل هنا بالبصل، ودي هنا تقليبه حلوه كده للبصل. الوصفه دي انا بحبها حاميه، بس طبعا في الاخر الموضوع يرجع لكم، هل انتوا حابين تقدموها حاميه او لا. فهحط فيها فلفل احمر حامي. يبقى انا حطيت البصل بشوحه، وبعدين حطيت فلفل احمر حامي، وهدي تقليبه كده حلوه. ريحه البصل بدات تظهر وتبان. لما ده يحصل هنزل بمعلقه من الثوم المفروم. يعني انت عينك دمعت وانت في الكنترول يا صلاح؟ ولا دمعت من فرط اللذه؟ طيب هدي كده رشه من حطيت دلوقتي معلقه من الثوم المفروم، وادي تقليبه. ممكن اخد رشه من الملح والفلفل الاسود. حلو، وادي تقليبه كده، الدنيا ماشيه حلو جدا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بجهز صوص، الصوص ده هيستقبل السمكه اللي اتحمرت. احنا حمرنا السمكه، قلنا حمرنا السمكه وسويناها بنسبه 90%. دلوقتي السمك ده مستعد ان هو ينزل في الصوص. يلا انا دلوقتي شوحت البصل، الثوم، وحطيت الفلفل الاحمر الحامي. هحط دلوقتي البابريكا، ويا سلام بقى لو عندكم بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه بتدي طعم حلو جدا. لو احنا شوينا الفلفل الاحمر الرومي ده في الفرن هيدينا طعم مدخن، بس لو استخدمنا بقى كمان بابريكا مدخنه هتضاعف الطعم الحلو ده. يلا ندي هنا كده تقليبه، ودلوقتي اقدر اخد الفلفل انزل بيه هنا. وادي كده تقليبه سريعه، ندي تقليبه كده حلوه. حلو، هنا انا كده واصل لمرحله جيده جدا. حلو، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي لازم، او انا عايز دلوقتي اضيف الانشوجه اللي هتعمل ايه. تعالوا نتكلم على الانشوجه هتعمل ايه. هحط الانشوجه بس كده ايه هنا في التحمير، واحط لها شويه زيت انشوجه. الانشوجه هنا بتدي نكهه قويه جدا للسي فود، يعني هي بتدي طعم السي فود المركز في الوصفات المختلفه. وسمكيه زي اللي حضراتكم شفتوها دي كفايه قوي عليها 3 شرايح انشوجه زي ما حضراتكم شفتوا برضو. بالمعلقه هعمل كده، فهفرول الانشوجه، فمش عشان برضو الناس ايه ما تبقاش قلقانه ان الانشوجه هتيجي في بق الشخص وهو بياكل، لا على الاطلاق. ده انا بفركها كده بتبقى عامله زي المعجون. خلاص بصوا الانشوجه كده اتفركت تماما، شايفين ما بقتش موجوده خالص. يعني نقلب كده خلاص مفيش شرايح الانشوجه نفسها مش موجوده. يلا دلوقتي هاخد معلقه من معجون صلصه الطماطم، وهنا بقى عصير العنب هيعمل دور جميل جدا، هيدي تسكيره خفيفه. احنا ما بنحطش كتير، نحط كده ايه ربع كوبايه عصير عنب بس، هيخف القوام شويه ويدي لون حلو جدا وريحه حلوه جدا. يلا هندي كده تقليبه، ونحط الطماطم المكعبات مش هنزود منها. ده هيتساب على النار لمدة من 5 ل10 دقايق لغاية كده ما مكوناته تمتزج مع بعض، وبعدين يستقبل السمك على طول. يلا نحط دلوقتي السمك كده. السمك انا هنا في الصوص مش زي بقى الصيادية المعتادة اللي انا بحط بقى السمك في الصوص واحطه في الفرن، لا انا بحط السمك على الصوص. حلو، وهديله رشة ليمون. يلا صلاح، رشة ليمون مقدار معلقة ونص معلقتين، ورشة خل كمان مع الصوص ده. واروح جاي هنا مادي تقلبتين بس كده، انا عايز طبقه من الصوص تلمع السمك نفسه. حلو، ويتساب دقيقه علشان يكمل ال10% من التسويه اللي احنا سايبينهم للصوص، وياخد كمان من طعم الصوص.